بغيت تشوفوني بحال هكا والله ما ولي بحال هكا، بغيت تشوفوني عايش بحال هكا والله ما ولي بحال هكا، بغيت تشوفوني طايح بحال هكا والله ما طايح بحال هكا، والله العظيم بقيت برب والله ما العظيم. خرب لي الفريق مسكين. الخوط بالرجولة شوية ديال التفاعل، راكم ما كتفاعلوش مع الفيديوهات اللي كنحط، وبغيت نذكركم بان راه 85% ديال الناس كيشوفوا الفيديوهات وما مشتركش في القناة. ما فيها باس اخويا ولا اختي، انت كتفرج كتفرج، قبل ما تخرج من الفيديو خلي لي معك شي لايك وخلي لي معك شي كومونتير يكون زوين. لاحظتكم الخوتي لما تفاعلوا مع الفيديوهات اللي كنحط. منو يضرات ها انتم باش تشوفوا راه بدوبل كوش حتى هو على الخرفان ما عليهمش الله. واش هذا من نيتو كيعطي البروتين للخرفان؟ شي اسمه في العيد الكبير؟ ها هو ها الكرياتين مزيان. سي وكارد كومي لو بولي شو ولاد النصارى كي زوينين انتم تتولدوا لنا يا بو عياد كيفي ولد جي ولد بحال هادو وتجوج بحال هادي تولد ليك بحال هادا انتم تتجوجوا في الطواليطات او غوفوار جي او غوفوار جي او غوفوار باي باي سلامة بسلامة تجوجوا بالنصرانية تولدوا لكم بحال هادي انتم تتجوجوا بالقواد تتخرجوا لنا الصروبة كيك لصيف الوالدة ديالو كيبان لي مسكين. Welcome to Morocco. Dini Luad. Hello everyone, welcome to Morocco. Dini Luad. Dik Luad. Dik Luad. Peace. Welcome to Morocco. Dini Luad. Hello everyone, welcome. كدي. نتحط بروتي. بروتي؟ اه. اشربو في كاس. اشربو في كاس. لا 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 صاحبي، عمرك تشرب البروتين في كاس. اطون، احسن طريقة هو تشرب البروتين في الرضاعة. اش؟ فاش كنتي صغير كنتي كتشرب الحبيب وكتكبر، انا بغيت تشرب البروتين وتزيد تكبر، يعني البروتين اذا شربتيه في الكاس راه ما تكبرش، شربتيه في الرضاعة غتكبر. اكبر هادي هذا الطريقة باش كنقادو البروتين هي هادي، وخص الأطفال يعرفوا بأن الحليب في الرضاعة أحسن حاجة كيوصل العضلة بشوية، والعضلة كتريكيبيري والدماغ كيريكيبيري بأن العضلة غادي ليها البروتين، شربتيه في الكاس كيضيع. هاك رضع رضع فوق رضع نسير رضع نسير رضع هكذا، وبالطريقة كنرضعو بروتين ديال أن شيكل في النهار وش على الفورما كتسكر. نمشي ناخذ قهوة وتتسالي. اصبر اخويا راه نقضي لها رد دابا اصبر اخويا. جيت مزربان. لا لا ماشي واخا نكون مزربان اش كتعطل فيا. اصبر اخويا راه مريض شوية من البارح. مريض ما تجيش تخدم. مريض ما تجيش تخدم. الله يرحم لك الوالدة اصبر اخويا راه نقضي لها رد دابا. ما غنصبرش خويا كلم لي شي واحد ماشي مسؤول من هنا. اصبر الله يرحم لك. كلم لي اخويا شي مسؤول. درنا شي مشكل هنا الله يرحم لك الوالدة راه مريض شوية داكشي علاش. مريض ما تجيش تخدم مريض ارتاح في داركم ما تجيش ما باغيكش انت تسربي سير جيب شي واحد. صافي صبر اخويا راه ما عمر شي واحد زعما تعامل معايا هاد المعامله اللي تعاملتي معايا دابا الله يرحم الوالدين. سالي هادي يا صاحبي. خصك تحط راسي بلاصتي راه من البارح كيوجعني راسي واليوم عاوتاني. الله يشافيك الله يشافيك الله يشافيك الله يحفظك. صبر اخويا راه نقدو الغرض دابا. صاحبي كلم لي شي واحد. الله يرحم لك الوالدين دابا غتخرج لي على خدمتي وعندي. كلم لي شي واحد ولا غنضربك يا صاحبي واش انت مريض؟ شنو دابا؟ لا 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 حشومه حشومه. لا 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 حشومه حشومه. وين ما بزوين. لا 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 شتي صور الساندويتش ديال الطون حسن من المتداول. المتداول واخا يدخل زباب الفلوس عرفتي غيديروا عليك واحد العنوان الدكتور محمد طلال الحلو يدعو الى بيع ساندويتش بالطون عوض التداول عوض التداول عنوان في شبكه 90 ما كاينش اشكال ولكن لا لان علاش لان انا قاري هذه الامور من ناحيه حتى الناحيه النظريه الاكاديميه وعارف بان التداول 90% فيه كيخسر وكما قال سامي السويلم في الكتاب ديالو على 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 البورصه العنوان راه دايرو في الاطروحه ديالي انا اتس زيرو سام جيم يعني معامله صفريه اللي كيربحوا وحدين كيخسر وراه قال لي الصح راه التداول راه بحالو بحال القمر راه حرام هذاك الشيء اجي ندوي معاك انت بعدا يا اللوبيا يا الزرق يا مقرود النيف يا اللقيط يا الحرامي اللي ما عندكش الاب يا الموسخ يا اللي ما فيكش الحنانه يا اللي تضرب امك يا مسخوط امك ولكن انت هذيك امك ديال العصا اكبر باترونه
واكبر لا صيانه هي هذيك امهم. وبوسيني واش تطيتي ولا مالك؟ اش كدير الاخ؟ اش عبان هذا؟ اتق الله، اتق الله وش تصلي يا صاحبي، سير تطلب الله، اتق الله. حكيمي ومبابي ديال جومي بغينا مزار ونعصنا بالجوع وسدنا حجرون ووقفة تسمى وصلتني راجل وخدنا تمرار وصبرة تسمى فالحلوة والمرة الكوبل الوحيدين اللي معمروا من عسل الجعمان. السلام عليكم، معكم عبد الغني كليف من نواحي ديال تارودانت، كنقرا في الجامعه، طالب جامعي و 21 سنه، الشبيه ديال عبد الصمد الزلزولي. كيفاش تكتشفت الشباب ديالنا؟ اكتشفته من العيد الكبير ملي لعبت مع شبيبات المدينه، ومن ديك الساعه كيقولوا لي الدراري الزلزولي عبد الصمد الزلزولي ودرت الحسنه ديالو. من ديك الساعه بدات الشهره كتبان، وجيت لاكادير ولعبت مع الدراري شحال من الدراري، ولعبت في تيكيوين وفي ازرو وفي ايت ملول وفي ادرار. المهم من ديك الساعه بدات الشهره كتبان. واش غنقول لك؟ الناس تيتلاقاو معاك في الشارع، الناس تيشوفوك تيقول لك تيتلاقاو معايا الناس والدراري صغار كيصوروا معايا. وكاع واحد المره كنت خدام في واحد المحل، ومن ديك الساعه كيجيو عندي الدراري بزاف، والناس ديك الساعه بدات الشهره كتبان، وكنصور مع الدراري وسميتو رجال. المهم كلشي كيصور معايا ديك الساعه. بابا بشويه بشويه، ماما كرا بدات الخدمه. كبسو كبسو كبسو، هذا لقيتها كتبدا الخدمه، كيجي لك الكليان هذا لقيتها. لا لا ستي الباه، راه ما سالت الباه حتى شي 6 الصباح، حتى سالت الخدمه ديالها تما. حبيبي حموده صيفطتي لي كادو حبيبي، انا كنموت عليك. وشو الخدمه ديال ماما؟ مؤثره، عندها الجمهوريه، عندها الجمهور ديالها، مع الدراري كيتفرجوا فيها. كلشي غادي يذوق النعمه، غير كبسو، غير ديروا نظام، كلشي غادي كبسو كبسو. على ما جاوش عندنا البارح الدواء. اي الفنان هو اللي عنا بالجمهور ديالو. شوفوا غير صيفطوا الكاديت، والله ما نحرموا شي راجل بالله. كلشي شحال 4 في 5. ايوا شحال تكون جات تما؟ ما نعرف، ما عرف شحال تكون جات تما. اسمع ما كنحيدوش الكلب انا، غير كبيتو. نتسخروا انا وياك، نمشيو نتسخروا. فين هي؟ يلا 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 راه سخن اللعب، يلا اسخن بنادم اصاحبي. يلا نمشيو تنجيو، نمشيو نتسخروا. احنا مشينا راه الزيارات عندك الخدمه شويه باين لي. يلا لا ضغطوا على الشاشه، نجيبوك شي حاجه معنا. قول وا الزرقاء. الله يعطيك الستر، مرحبا. هاوس اوف فينتيج، هاوس اوف ارت. شي دار من فري فاير ولا شنو؟ بابا كي جيت كان فيموس بلاص ما يمكنش في الموضة تجي شي حاجة أكثر من هكا. هذا هو البلافون برادر، داك الشيء كيتريسيك. حقيقة حقيقة. وفينتيج فينتيج هاوس اوف فينتيج فور ايفر بادي شوب خونا وصاحبنا. تحية للعسكر. السلام عليكم خوتي، ديما جيت عند ايام هيسو. حي التنمر حرام الخوت، التنمر حرام. اللي كنرتاح فيه انا البحر. البحر هي البلاصه اللي كتكون فيها انت. كي وجدو تيبان لا الله عروسة وقيلا. It's Moroccan donut, yeah? With sugar, with sugar. How much for one? Five, with sugar. Yeah, one. Five. One piece, yeah. Moroccan donut. Sounds good.
with sugar. With five. Sugar. With honey. Five. No honey, no sugar. 2 dirhams. Nice. Alright, I give you 20. Alright, time to try the Moroccan donuts. Here we go. 5 dirham. Very sweet, a lot of sugar in the outside. Very crunchy. Texture is really nice too. But there's quite a lot of sugar. So it's not really the most healthiest option, but not bad for 50 cents, I think. And he said it's only 2 dirham with no sugar. So that's also good. But not a bad breakfast overall. هما القابشة اللوم الكمال بعد دانيك هما البيضان يسوق في حاج علوان يطمطم القزيب البيوسة الكمال بجدانيك كباص بلضان يقابلو باص بلاجر يضم أنا الخط نكون وصلنا لأخرة الفيديو تلوفرسكم تلوفر يجيكم تلقوا إن شاء الله فيديو واحد آخر السلام عليكم.